احنا قاعدين من الوقت هذا بنعبي مي مالحه يعني. يعني انا مستعد اشرب لك من المي المالحه هذا عادي يعني. ها مي مالحه يعني. ايش بدنا نسوي؟ مضطرين والحمد لله. والله الناس بتعاني عنا عند في المدارس اللي هي مدارس مصطفى حافظ اللي خلف جامع بلال، فاحنا بنجيب الجلان تاعتهم وهيات الجلان يعني مسجل عليها ارقام للناس في المدارس العائلات وبنعبي لهم اياها. لانه من ضغط الناس على المخيم فيش مي لا حلو في الحوز عندنا، فالواحد يعني بيطلع كيف. قلت انا بدي اتطوع واجيب تكوسي واحط القلان عليهن على التوك توك واجي اعبي مي مثلا من الخلا من المناطق البعيده. باجي خاطر مثلا انا باجي على حمد هان، مناطق خطيره يعني شويه كاردي يعني زراعيه، الواحد بيجي هنا بكون يعني الوضع صعب يعني قدام الاحتلال او مثلا قدام في الأراضي الخالية يعني.